وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، نقف مع مسألة عظيمة من مسائل الإسلام ومن شرائع الإيمان، وهذه المسألة الذي يفهمها فهما صحيحا يكون إن شاء الله تعالى من الناجين، ومن لا يفهمها أو يلتبس عليه الأمر يكون متخبطا في دينه، ألا وهي مسألة الشفاعة. وذلك أنه قد جاء في القرآن والسنة إثبات أن هناك شفاعات، ومن أعظم هذه الشفاعات ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهي المقام المحمود الذي آتاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفعت إليه الذراع، أي ذراع هذه الشاة أو اللحم، وكانت تعجبه. قال: فنهس منها نهسة، أي أخذ منها بمقدم أسنانه، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ قال: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس من الخلائق، فيبلغ الناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ قال: فيأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ والناس يوم القيامة وفي ذلك الوقت لا يريدون أن يدخلهم الله الجنة، وإنما يريدون أن يفصل الله بين الخلائق لشدة ذلك اليوم. قال الله جل وعلا: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى، أي ذاهبة عقولهم، وما هم بسكارى، ما شربوا شيئا يسكرهم، ولكن عذاب الله شديد. ففي ذلك الهول العظيم يأتي الناس إلى آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، ويذكرون ما له من الفضائل والمناقب والمكان عند الله جل وعلا، فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فنهيت نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري. قال فيقول: اذهبوا إلى إبراهيم، أو اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول رسول إلى أهل الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا،
اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي 3 دعوات أو دعوة دعوتها على قومي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم عليه السلام ويقولون: أنت خليل الله، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات. قال العلماء: وهي قوله إني سقيم لما كسر الأصنام، وهي ليست بكذبة وإنما هي من المعاريض. ولما قال لذلك الملك الذي أراد أن يأخذ زوجته: هذه أختي، وأراد أخوة الدين وغير ذلك، قال: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى عليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، أنت رسول الله وكليمه من أهل الأرض. فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، وذلك قبل النبوة. قال: ثم يأتون عيسى فيقولون: أنت رسول الله وروح الله، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيعتذر عيسى عليه السلام، ثم يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت رسول الله وخاتم النبيين، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ قال: فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لها، أنا لها. قال: فأذهب فأقع ساجدا تحت العرش، فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لا أحسنه الآن. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك واشفع تشفع، وسل تعطى. قال: فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب 3 مرات. فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه ولا عذاب، من لا حساب عليه، من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين، يعني بين ضلفتين الباب، كما بين مكة وبصرى، أو كما بين مكة وهجر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عباد الله فيه إثبات الشفاعة، وأنها من عقيدة المسلمين، وأنها حق، كما قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقد ذكر العلماء رحمهم الله مما جاء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنواعا من الشفاعات خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، أي ليست لأحد إلا للنبي صلى الله عليه وسلم. منها هذه الشفاعة، وهي أعظم الشفاعات، أن يشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، أن يأتي الله لفصل القضاء بينهم. وأيضا من الشفاعات شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر من أمته عليه الصلاة والسلام، الذين استحقوا دخول النار فيشفع فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. وكذلك شفاعته عليه الصلاة والسلام في أناس استحقوا دخول الجنة فيشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعجل بدخولهم إلى الجنة. وكذلك من الشفاعات الخاصة شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، كما جاء في حديث العباس في البخاري أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يذود عنك ويدفع عنك، يعني كان بدافع عنك، فما أغنيت عنه؟
قال شفعت له، وهذه شفاعة خاصة، قال فأخرجته من أصل النار إلى ضحضاح من نار، خفف عنه العذاب ولكنه لا يخرج من النار أبدا. فهذه من الشفاعات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يشفع الشهداء ويشفع الصالحون ويشفع الأفراط، من مات من ولدك قبل الحلم وغير ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف ينال الإنسان هذه الشفاعة؟ لأنه كثير من الناس يا أخواننا تلقاه واقع في مخالفات، لا يؤدي الصلوات وغير ذلك من المخالفات، فتسأل يقول لك أبو فاطمة قدام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يرجو الشفاعة، وما علم أن هذه الشفاعة أقسام وشروط. قال العلماء والشفاعة شفاعتان، شفاعة مثبتة وهذه لمن جاء بالشروط، وشفاعة منفية وهذه لمن لم يأتي بالشروط التي سنأتيها إن شاء الله. قالوا والشفاعة لا تكون إلا بعد أن يأذن الله، عشان كده في الحديث الذي ذكرناه في الخطبة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم مع مكانته عليه الصلاة والسلام لا يشفع حتى يأذن الله له ويقول له يا محمد ارفع رأسك، لأنه الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. فالملك الذي لا تصرف لأحد فيه يوم القيامة لله، وحتى حبيب الله وخليله صلى الله عليه وسلم لا يشفع حتى يأذن الله تبارك وتعالى. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثانيا أن يرضى الله عن الشافع الذي يريد أن يشفع، فإذا رضي الله عنه كان هناك شرط ثالث، وهو أن يرضى الله عن المشفوع له. عشان كده ربنا قال عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما بتنفعهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا فرطكم على الحوض، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة بيسبق الناس على حوض الكوثر، فيأتي أناس قال أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء، ناس ما كانوا بتاع اللعب ولا بتاع بنجو ولا بتاع مخدرات ولا بتاع زنا وسرقات، وإنما كانوا يأتون المساجد ويتوضؤون، والوضوء يوم القيامة عنده علامة في الوش بياض وفي اليدين والرجلين من آثار الوضوء. إجوا يشربوا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم فتطردهم الملائكة، فقال فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا لمن غير وبدل. ده ما عنده شفاعة يوم القيامة. ولذلك أول هذه الشروط التوحيد. ونحن يا أخواننا لما نقول الكلام ده والله ده لا كلام جماعة ولا كلام طائفة ولا كلام طريقة، ولو لقيناه كلام طائفة ولا طريقة ولا جماعة كان جدعناه في الزبالة، ولكن هذا كلام أصدق البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، قال فتعجل كل نبي دعوته في الدنيا، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. طيب البينال الشفاعة منه؟ قال فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا.
عشان كده يا اخواننا اول شرط. والكلام ده ما كلام يا اخواننا عملناه نحن، وانما هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس دايرين الشفاعه يقوم يقع في مانع الشفاعه. انت داير الخير تجي تقع في الحاجه اللي بتمنعك من الخير ذاته. عشان كده اول شرط واعظم هذه الشروط هو التوحيد، وان يكون الانسان مخلصا، كما جاء في حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ابو هريره قال: يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره: لقد ظننت ان لا يسالني احد عن هذا الامر اول منك لما رايت من حرصك على الحديث. قال لابو هريره: انا كنت متاكد انه ما في زول بيزعلني من الموضوع ده قبالك، لانك حريص على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من مات من امتي، من مات مخلصا لله تبارك وتعالى، او من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. ده الحديث. ولذلك اول امر يا اخواننا التوحيد، العقيده لتكون في الله تبارك وتعالى، ما تدعو مع الله مخلوق مهما بلغ. لان يا اخواننا لو كانت جائزه، لو كان الكلام ده جائز، ما كان النبي عليه الصلاه والسلام اخفاه عن ابي هريره، كان بيقول له ناديني انا. عشان كده قال لابن عباس: اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. الزول الدائر الدين عديل دي الاحاديث، الزول الدائر يتلولو ويسمع كلام فلان وعلان، بعد ذاك يوم القيامه بيتبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم، زي ما ربنا قال: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ربنا قال: وكان الشيطان للإنسان خذولا، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. العلماء قالوا هذه شكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض أمتي يوم القيامة. أول حاجة تجي عقيدتك نظيفة، ما عند غير الله بيعلم الغيب، ما عند غير الله يكتب لك حجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جو 10 أنفار دارين يخشوا الإسلام والدين، فبايع 9 وامسك عن 1، في واحد ابي بايعه. قالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وامسكت عن هذا، ليه؟ قال: ان عليه تميمه، ده الحجاب. فالراجل دخل ايده وقطع الحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمه فقد اشرك. والله الكلام ده لو حق بشر، لو حق جماعه، لو حق طائفه، كان جدعنا به في وشه. لكن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال الله فيه: ولا ينطق عن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وقال: وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. فالانسان يا اخواننا يجب عقيده نظيفه وقويه، كما قال ابراهيم عليه السلام: يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. وعشان يعرف انه الانسان يا اخواننا مهما كان صالح، الصالح ما بيملك حاجه. الحديث ده فوق الأنبياء كلهم بيقولوا يوم القيامة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. في ناس كثير من الطرق والجماعات في السودان يقولوا لأتباعهم: نحن بنجيك يوم القيامة. والأنبياء بيقولوا: نفسي، هل الشيخ ده أصلح من الأنبياء؟ ما أصلح منهم. طيب يوم القيامة ينفعك كيف؟ النبي ذاته بيقول: نفسي. عشان كده ربنا عز وجل قال يوم القيامة: وقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، ما بنمرق من جهنم. ربنا قال: وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم. ربنا قال في سورة ياسين: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم شنو؟ عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا خلقا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون.
عشان كده هنا الشيطان العلماء قالوا دي خطبة إبليس جوا النار جوا جهنم مع ما هم فيه من العذاب والنكال والشدائد يجي إبليس يخطب بهم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما جيت جريت زول وديته حولية ولا وديته قبة ولا قبر يطيف بو ولا يشرب الميت الوضو ولا يسف التراب ولا يعلق حجاب ولا ينده له ميت. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني. اليوم ذاك يا أخواننا ما بكون في جماعتي وجماعتك وطريقتي وطريقتك وأهلي وأهلك. ربنا قال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم يعني أنا بمرككم من النار وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. ولذلك عباد الله من أول الأسباب التوحيد والعقيدة النظيفة أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ما تخاف لا من حراسة لا تخاف من فكي لا تخاف من حجاب لا زول يقول لك بعمل عمل ما دام أنت مسلم عقيدتك في الله بتصلي الصلوات الخمس وتحصن نفسك بأذكار رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الدنيا كلها لو اجتمعت عليك ما تأثر فيك حاجة. خليك راجل خليك عقيدتك نظيفة توري أولادك توري أهلك يكون الإنسان أموره كلها عند الله. الرسل ربنا ابتلاهم بمشاكل عشان نحن نفهم ونتابعهم. نوح عليه السلام كان مظلوم ربنا نصره فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نبي الله أيوب كان عيان. الليلة كم من الأمة عيان عيان تعمل شنو؟ تدعو الله أول بعد ذاك تأخذ السبب تمشي الدكتور. ربنا قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وبعد وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. زول وقع في ضيق في كربة قروش ما عنده حاله بالبلاء وقعت عليه حرائق ومصائب وموت. وذنوني إذ ذهب مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه لمكانتي عندنا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت دعا الله ربنا مرقوا من جوا هناك. الصحابة قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أهي لنبي الله يونس خاصة؟ قالوا ألم تسمعوا قوله تعالى فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. المؤمنين كلهم تنسى يا أخي ربنا أدى إبليس ما يديك ليه؟ أنا بتحير زول بيقرأ القرآن ويمشي له مخلوق زيه ميت مدفون دفنوا بيده وربنا الحي الذي لا يموت ربنا أدى إبليس ما يديك أنت مسلم وأنت في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا أخواننا الأنبياء دعوا الله الإنسان يوحد الله ثانيا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنك تعظم كلامه. الليلة يقول لك الكلام ده حق العمدة ثاني وراه ما في كلام وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقنا كلنا بقيت عمدة بقيت ما عمدة بقيت رئيس وزير غفير كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فوقك. إذا بقينا نعظم كلام الرسول ونطيع أوامره ونجتنب نواهيه ونصدق أخباره ونتبع في أفعاله فنحن ننال شفاعته صلى الله عليه وسلم. كذلك أخواننا الإنسان يحافظ على الفرائض. الزلمة ممكن يضيع طريق الجنة ويكون دار الشفاعة
لأنه الإنسان إذا ما صلى وحافظ على الصلوات في جماعة للرجال فإن هذا كما قال رسول الله العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. أنت العهد اللي بينك وبين الرسول صلى الله عليه وسلم قطعته، كيف يشفع لك؟ من تركها فقد كفر. كذلك أن يحافظ الإنسان على الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يرحمنا وأن يوسع أرزاقنا وأن يقضي ديوننا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا ويسرتها على يسرتها لنا يا رحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا، اللهم وسع أرزاقنا. اللهم يا رب العالمين صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا اجمعين يا ارحم الراحمين. وصلى اللهم وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وقوموا الى الصلاه يرحمكم الله.